مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم عندنا انبوكسنج لثلاث بوكسات. واحد ايه هذا ادم هون. كيفك ادم؟ هذا البوكس الغريب اللي فيه هذا الكلب. طبعا هم مسكرين المكان. لا هي فيه هون مكان تعمل فيه الباركود. وهذا بوكس ثاني من امازون، وهذا البوكس الثالث من يو بي اس. خلينا نجربه. هذا اول واحد، نشوف شو في الاول. يلا ادم امسك السكينه. ادم بحب الشغلات. كيف بنفتح هذا؟ اتينك من هون. واو، فتح عندك. ملزقينه تلزيق غريب. فتح. واو، اوكي نشوف شو فتح منه. اوكي، واحد اثنين ثلاث. واو، شو هاي؟ واحدة اثنتين. اوه طيب، هدول كالندر وصلوا لي كل سنة من أصحابي في المينستري اوف ادوكيشن في تشاينا. أنا درست في الصين، فبعتولنا هاي. بيحكوا شوية عن هذه سنة 2021. واو حلوين والله. هذه شغلات صينية هيك، لوحات قديمة. وبعتيننا ثلاثة مش واحد. هايهم واحدة تنتين، فرح نهدي ناس أصحابنا ثلاثة. وعنا طبعا هون زي شكر منهم، وهدول زي علقات. وإيش كمان؟ وثلاث أكياس. السنة الجاي سنة الخروف. عاملين ثلاث أكياس للسنة القادمة. حلو، نايس. أعتقد شغلة حلوة. شكرا لهم على هذه الكالندر. خلينا نبدأ ب هاي وهذه. اي ثينك ولا بهاي. خلينا نبدا بهاي، هاي اخف ولا بهاي. يلا طبعا. ايوه هيك هاي هيك، بس تدخل بعدين. اوكي اوكي، ايش في هون؟ نيو مو تريبل يو اس بي تشارجر. تريبل يو اس بي تشارجر. اوه هدول بطاريات. هايهم بطارية للجو برو، شريناهم. وفي معهم التشارجر هذا، وبنحط جوا التشارجر. anyway هدول بطاريات يعني وتشارجر. فحنحطهم على جنب عشان نوصل لشغلة الأخيرة. هذا المرحلة، هذا الشغلة الكبيرة اللي شريناها احنا اليوم. 1 2 3. نشوف شو هي. جو برو. جو برو، جو برو ماكس. تعرفوا هاي شو هي؟ هذا شرينا هدول، عملنا انبوكسينج هذا الاشياء للجو برو ماكس. ايوه بس هذا ما كان فتت بهذا الجو برو. ايوه جو برو ماكس يا جماعة، هاي عبارة عن 360 جو برو. هاي بتصور 360 درجة.
طبعا خلينا نبدأ بالأنبوكسينج. هذا هيك، هذا بدها ريفيو. شو هذا؟ ليش هاي؟ اوكي ايوه طلعت. هذا بوكس بس ما في اشي جوا، والان الجو برو ماكس. اوكي هاي هي، طبعا بتفتحها هيك بترفعها وتضغط هدول التنتين فبتطلع الجو برو ماكس. هاي حاطين فيها في شغله هون يو كان ريموف ات. هاي هي الجهاز، حنرجع لها. طبعا في هون جو بروكس انليميتد ستورج، اذا بدك تشترك هادي يو كان تراي ات فري. بس بعدين هون كيف تبدا تستخدم الجو برو ماكس، هون كيف تعمل لها تشارج، شغلات سريعه جدا. هون ايش هاي نوتس عشان تقدر تشتغل، ما هون الوارنتي عاملين لك اوكي، عاملين لك زي محفظه للجو برو ماكس. الكل بيقول لك انها مش كويسه لانه اللينز هاي كتير سهل انها تتجرح وتنكسر. جوا هذا المكان زي ما انتم شايفين هون جواها حاطين زي كفر لللينز عشان تحمي اللينزات. بس الكل بيحكي انه وطبعا هذه الكفرز لو ضلت على الكاميرا وانت بتصور ما حتأثر التصوير. طبعا USB-C دائما بيجي معها. هون اذا عندك اي question ممكن تروح على الجو برو. خلينا نشوف هاي اللواصق للجو برو دائما تيجي. وطبعا الكتالوج هذه، او هاي كيف تحط اللينزز. وطبعا بيجي معها اثنين سوفت روبرز، هدول بيجوا بس عشان تحطهم فوق هاي زي ما انتم شايفين هيك عشان يحموا اللينز كمان، لانه زي ما حكينا بتيجي بطاريه واحده. احنا زي ما شفتوا شرينا بطاريات ثانيه. وهاي اخر شغله اللي هي بتيجي مش اللي هي كفر هيك كيرفد، هاي عشان تحطها على الطاقيه. فهذا كل اللي موجود. خلينا الان نبدا ب هاي. طبعا هون ال بيجي عليها، خلينا نشيل هدول. اوكي فيرست وي بيل ذس، اول شيء هاي من هون يمكن. هاي عباره عن لاصق هيك ملون فما بتقدر تشوف فيه للاسف، عاده بكونوا حاطين هاي. اوكي هاي هيك التنشان، صراحه مش سهله. اوكي الآن البطارية مكانها هون، فبدنا نشوف. أيوة هيك، وهي مكان البطارية. لازم نحط SD كارد طبعا. هلا حنشوف إنه SD كارد، بس بدون SD كارد خلينا بس نضوي. البطارية بتنحط بالطريقة هاي زي باقي الجو برو، وتدخل لجوا وبتتسكر. بعدين لازم تسكر هاي عشان تصير فول ووتر بروف. هلا ضويناها. شوف طبعا في حنعمل لكم ريفيو كامل عنها وكيف التصوير تبعها. هلا حنعمل لها سيت اب، بس هذا هو بشكل عام الجو برو ماكس اللي بتختلف عن الجو برو بنستخدمها الان اللي هي الجو برو العاديه. هاي فيها تو اوبشن، تقدر تشتغل جو برو عادي وجو برو اللي 360. بس الجو برو عادي مش 4K، اللي هو 10 قديش بسموه 1080p هذه. يعني بدنا نجرب ونورجيكم الفيديوهات. الصوت طبعا بيحكوا انه فيها اربع سبيك شو اسمه مايكروفونز، فبتكون كتير كتير سنسيتيف للصوت. حنورجيكم بعد ريفيو بعد ما نخلص. يلا يعطيكم العافيه، سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.